بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلاب. سمي بسم الله كده وتوكلوا على الله تعالى. حبايب الطلاب نراجع صيغة المبالغة. صيغة المبالغة هي أخت من أسرة كبيرة، هي أسرة المشتقات. دي الأسرة الثانية، يمكن كنا اتكلمنا قبل كده عن أسرة الألوان البيانية، دلوقتي هنتكلم عن أسرة المشتقات. أيوة، ما هم عائلات كده يعني. أسرة المشتقات اللي هي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اسم الزمان والمكان، هناخدهم بعدين إن شاء الله أو إذا كنت خدتهم قبل كده، وعندنا كمان اسم التفضيل واسم الآلة. هم ست إخوات المشتقات الستة. منهم بقى مين؟ صيغ المبالغة. أولا كلمة مبالغة يعني الكثرة، معنى مبالغة يعني كثرة حدوث الشيء، وليس الكذب، وليس أن مبالغ يعني ضد الحقيقة، لا لا، هنا المبالغة بقول فلان كريم يعني كثير الكرم، مش كارم بس، فلان مثلا مضحك يعني بيضحك كثيرا، لكن ضاحك الضحك العادي اللي هو العادي اللي هي صفة الإنسان الضحك العادية، لكن مضحك أي كثير الضحك، وهكذا. يبقى أي حاجة دلت على المبالغة هنضيف لها كلمة كثير زائد الصفة. ده عن معنى صيغة المبالغة. طب كيف تأتي صيغة المبالغة؟ ما الأوزان صيغة المبالغة؟ هم خمسة: فعال هي زي غفار وتواب، مفعال زي معطاء، مهذار، مفتاح، منشار. استاذ مفتاح ومنشار، طب ماشي، معطاء يعني كثير العطاء، مهذار يعني كثير الهذار، لكن مفتاح دي اسم آلة، المفتاح بتاعنا. لا لا، اما اقول المؤمن مفتاح للخير، مغلاق للشر، معناها ان المؤمن يفتح كثيرا ابواب الخير ويغلق كثيرا ابواب الشر. شفت بقى؟ فالمفتاح هنا لا تتصور، مش عايز ذهنك يتصور مفتاح اللي هو الآلة اللي بنفتح بها الباب، لا، مفتاح هنا اكثر كثير الفتح. ايضا كلمة منشار، وانا قصدت اجيب المثالين دول عشان اجذب انتباهك شويه، كلمه منشار ايضا تستطيع ان تجعلها صيغه مبالغه. ازاي يا استاذ؟ لما اقول الكاذب منشار للشائعات، ما بقتش هنا المنشار اللي هو الاله اللي بينشر بها الناجر، لا، مش بتاعت النجار دي، مش المنشار ده، منشار هنا يعني كثير نشر الشائعات. اذا شفت ان صيغه المبالغه برضه عايزه سياق، عايزه جمله، عايزه عقل بيفكر ويشوف معناها ايه. طيب فعول بقى زي ضحوك وبشوش وأكول، دي اسمها كثير البشاشة، كثير الضحك، كثير الأكل. فعيل زي كبير وعزيز وكريم. لكن بص تحت كده، أنا بقولك إيه، خلي بالك هنا تحت كده بقولك لا تخلط بين صيغ المبالغة وكلمات أخرى. يعني كلمة رحيل مثلا ليست صيغة مبالغة يا جماعة، مع إنها على وزن فعيل. يعني بص رحيل زي كبير، أي بس رحيل ده مصدر بيدل على واحد بيرحل، مش بيرحل كتير، الرحيل اللي هو المصدر. يعني ما ينفعش اقول فلان رحيل، ايه فلان يعني ايه فلان رحيل ديت، لكن ينفع اقول فلان كبير، ما هي صيغه المبالغه وصف توصف برضه، فلان كبير، فلان عزيز، عزيز، فلان كريم. اذا مش اي فعيل كده. شفت بقى؟ يبقى انا خلي بالك تحذير، بقول لك رحيل ليست صيغه مبالغه، والناجر يستخدم منشاره، منشار اسم انا مش صيغه مبالغه. اذا لابد ان يعني تلمس المعنى المبالغه في الكلمه. فارجوك لو سمحت، الطلبة اللي بتطلع بالشكل بس احتمال خطأه 90%، الطالب اللي بيطلع بالعقل وبالشكل احتمال خطأه يعني واحد من 10%. فبالله عليكم خلي بالكم ان كبير وعزيز وكريم والكلام ده كله دي فعيل. فاعل دي بقى اللي بخاف منها، يعني انتم ما بتعرفوش الصيغة دي، مش مستخدمة قوي. يعني كلمة يقظ، لبق، شره، نهم، حذر، قذر، للأسف انا آسف في التعبير، يعني هذه الكلمات على وزن فعل، هذه الكلمات صيغة مبالغة، فانتبه. إذن دي أوزان صيغة المبالغة. إيه هم تاني بسرعة كده؟ نجيبهم من تحت: فعال، مفعال، فعول، فعل، فعيل. دي اسمها صيغ المبالغة المعتمدة. وإن معنى صيغة المبالغة إنها تدل على كثرة حدوث الشيء. وحذرنا إن مش أي حاجة تبقى صيغة مبالغة، لابد من المعنى. عملها بقى. إيه عمل صيغة المبالغة؟ ترفع فاعل، طبعا في ألف زيادة هنا معلش، ترفع فاعلا وقد تنصب مفعولا. يعني بص المثال ده بيجمع الكلمتين مع بعض: لا غفار الذنوب الا الله. بص كده، غفار دي صيغه مبالغه على وزن ايه؟ فعال. الذنوب والله لفظ الجلاله، طبعا هنا الله لفظ الجلاله هو الفاعل والذنوب هي المفعول به. ابسط طريقه يا ابني، ابسط طريقه يا بنتي، حولي غفار لفعل واعربي.
هو ده هيطلع لك المعمول. هو المعمول يا جماعة ايه؟ عشان الناس اللي زهقانة من حكاية المعمول دي، المعمول ببساطة هو حاجة من اتنين، ما فيش مش 100 حاجة، عشان اريح لك عقلك بس، المعمول حاجة من الاتنين ملهاش تالت. هطلع كلمة تنفع فاعل او مفعول، او اطلعهم الاتنين، يعني المعمول فاعل او مفعول بس. او ما انا عامل ايه؟ قالب كلمة غفار دي الفعل، لا يغفر الذنوب الا الله. مين اللي هيغفر؟ الله، يبقى ده لفظ الجلاله فاعل. مين اللي هيتغفر؟ الذنوب، الذنوب دي مفعول بها. فهمنا يا شباب؟ هذا المعمول. طيب، طب لو ما لقيتش حاجه تنفع يبقى مستتر. اه يبقى الله الغفار، اسكت، الله لفظ الجلاله مبتدا والغفار مثلا يا خبر على سبيل يعني الاسلوب القاصر تعريف المبتدا والخبر يعني. المهم الله الغفار، انا ما قلتش مين انا هنا، ما جبتش بعدها كده كلام، ده كلام خلص خلاص. المؤمن صبور، ما فيش كلام بعدها، هيبقى رفع فعل مستتر، رفع فاعل مستتر. شروط عملها هي نفس الشروط اللي احنا حافظينها في اسم الفاعل. يمكن اللي حكايه شروط العمل دي لو ما فهمتهاش ارجع تاني راجع الاسطوانه بتاعت اسم الفاعل اللي كنت بقول لك معرف بقل او تعتمد على مبتدا او تعتمد على موصوف او تعتمد على نفي واستفهام. يعني واضح ان صيغه المبالغه نفس شروط عمل اسم الفاعل. يعني الله الغفار الذنوب هنا اعتمدت على قل او عرفت بقل. يعني هنا المثال اللي جبناه فوق ده، لا غفار الذنوب الا الله، اعتمد على ايه؟ على نفي. وهكذا المؤمن صبور، اعتمد على ايه؟ على مبتدا. المهم تعتمد على نفي واستفهام، وفي كل ده لازم تدل على الحال والايه يا شباب والاستقبال. هي مش مكتوبه بس لازم طبعا احنا نكتبها، ما عدا قل. يعني تعتمد على مبتدا، تعتمد على موصوف، تعتمد على نفي واستفهام، ده لازم يبقى ايه؟ ها، لازم يدل على الحال والاستقبال، يعني زمن الحاضر او المستقبل. ما فيش كلمه امس، ما في، فهمنا؟ تعتمد على الحال، تدل زمن الجمله على الحال او الاستقبال، ومعرف بقى اللي بيعمل في كل الايه؟ الازمنه. حبايب الطلاب، دي كانت مراجعه سريعه لصيغ المبالغه وعملها. وطبعا انا براجع للناس عندهم فكره على الحقيقه يعني، او ما كانش عندك فكره اديك خدت يا سيدي فكره. واذا اردت التوسع اكثر والامثله الاكثر والامثله المحلوله والتطبيق الاكثر، فيعني اذهب لجانب التطبيقات او روح للموقع ونزل الحصه كامله. حبايب الطلاب، ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وهيا بنا الى التطبيق على صيغه المبالغه. توكلنا على الله. تعال بقى نطبق المعلومات اللي خدناها في صيغه المبالغه، سواء معرفه صيغه المبالغه او صيغ المبالغه بمعنى الاصح اللي هي فعول وفعيل وفعال زي ما قلنا من شويه، ونشوف حكايه المعمول بتاع صيغه المبالغه وازاي بيعرب باذن الله رب العالمين. السؤال بيقول لنا استخرج صيغ المبالغه وعين معمول كل منها فيما يلي. يعني هو عايز حاجتين، صيغه المبالغه الاول وبعدين المعمول بتاعها. والمعمول قلنا اللي هو الكلمه اللي بتقع بعد صيغه المبالغه وتعرب فاعل او ايه يا شباب او مفعول، وبنعرفها ان احنا نحول صيغه المبالغه لفعل. تعال نمسك اول سؤال، الله علام الغيب. طبعا هنا صيغه المبالغه هي علام على وزن فعال، ودي اشهر صيغه او اشهر صيغ المبالغه فعال. عملت ايه هنا؟ ما هو بيقول لي وعين المعمول. صيغه المبالغه هنا لو حولناها لفعل، الله يعلم الغيب، وبالتالي هتلاقيها يعلم رفعت فاعل مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلاله الله، ونصبت مفعولا به وهو يا شباب وهو الغيب. السؤال اللي بعديه بيقول لي الله غفور الذنوب، الله غفور ذنب التائب، الله غفور ذنب التائب. هنا صيغه المبالغه غفور رفعت فاعلا مستترا ونصبت مفعول به اللي هو ذنب، لانك لو حولت الجمله ها الله يغفر ذنب التائب. بصراحه يا جماعه الموضوع بسيط قوي، ويا رب يكون اتبسط عندك. بعد كده بيقول لي البار وصول اقاربه. وصول على وزن فعول زي غفور بالظبط، واقاربه مفعول به. هنا صيغه المبالغه رفعت فاعلا مستترا، لان اصل الكلام البار يصل اقاربه، يبقى يصل فعل مضارع والفعل مستتر تقديره هو يعود على البار، واقاربه يا شباب مفعول به. الحسود لا يسود. بص كده، الحسود لا يسود. طبعا هنا صيغه المبالغه الحسود على وزن الفعول، ما هي غفور ووصول وحسود التلاتة على وزن فعول، وهنا الحسود رفعت فاعلا مستترا فقط، لان اللي جه بعد الحسود لا، وحرف لا ده ما ينفعش معمول شباب. المعمول لازم يكون اسم، ما ينفعش شبه جمله ولا ينفع فعل ولا ينفع حرف. المعمول لازم يكون اسم، ومش اي اسم. الاسم ده لما نحول صيغه المبالغه لفعل ينفع فاعل او مفعول، والا يفتح الله. يعني ما اقول العامل، العامل الامين، هنا كلمه العامل اسم فعل عامل، مش كده؟ لا، لانه معرف بقال. طب الامين
هل تنفع فاعل للعامل؟ لا. هل تنفع مفعول للعامل؟ لا. يبقى مش ده المعمول، يبقى المعمول هنا مستتر. يبقى الحسود ما ينفعش ولا كلمة بعديه تبقى المعمول، يبقى رفعت فاعل مستتر. خمسة، فلان ضحوك ثغره إن نطق. ضحوك ثغره إن نطق، نطق طبعا هنا ضحوك ورفع فاعل مستتر مش كده؟ ضحوك عفوا رفع فاعل ظاهر هنا المرة دي اللي هو ثغره، زي القمر ساطع نوره، مين اللي ساطع النور؟ وضحوك ثغره، مين اللي ضحوك ثغره؟ هنا يا جماعة بالله عليكم بالراحة، في خطأ شائع في هذه الأمثلة والأمثلة المشابهة. لما الطلاب ساعات ما بيحولوا صيغة المبالغة لفعل ما بيجيش على باله إن دي فعل ولا مفعول، بياخدها كده بالإحساس وخلاص. يعني يقول لك آه فلان ضحوك ثغره، يبقى يضحك هو ثغره، يبقى ثغره مفعول به. ما ده تفكير عقيم، غلط طبعا غلط. القمر سطع نوره، يبقى مين اللي سطع القمر؟ غلط غلط. امال جايبين نوره ليه؟ انت لو ركزت شويه مين اللي سطع النور؟ ايوه اسمه القمر، ايوه ما انا خصصت منه النور. طب مين هنا اللي ضحوك؟ الثغر، يبقى الثغر هو اللي فاعل. اذا يا شباب لو سمحتوا ما تخلطش ما بين الفاعل والمفعول به في اللي هي ما يشبه ضحوك والكلام ده، عشان بتبقى بصراحه خطا شائع يعني. بيقول لي استخرج ما في الجمل الاتيه، بقى السؤال اللي بعديه بيقول لي استخرج ما في الجمل الاتيه من اسم فاعل ثم حولها لصيغه مبالغه. طبعا الدرس هنا اكيد فهمت قصده ايه، هو بيضرب عصفورين بحجر هنا، السؤال ده بيضرب عصفورين بحجر، بيرجع لك اسم الفاعل وفي نفس الوقت بيدربك على صيغه الايه يا شباب، على صيغه المبالغه. اهلا بيه، تعالى يا عم. المغامر سائر في ارض الله، في ارض الله. هنا بيقول لي فين اسم الفاعل الاول؟ سائر، حول له صيغه مبالغه، اجيب منه الفعل لسارة. وبعد ما اجيب سارة اردها لاصلها سيارة، اجيبها على فعال تبقى سيار. يبقى المغامر سيار في ارض الله. استاذ طب ما هي عندنا برضو كلمة المغامر اسم فاعل. صح فعلا اسم فاعل، وممكن احولها لصيغة مبالغة اقول غمار، يعني كثير المغامرة يعني، او مغمار كثير المغامرة يعني. ولكن عشان بس الجملة تمشي هنا أقول المغامر سائر في سبيل الله، المغامر سيار في أرض الله، أرض الله عفوا. تعالى برضو الطالب سائل عما يجهل. طبعا هنا اسم الفاعل المطلوب الطالب، ماشي عفوا سائل تمام، حولتها لإيه؟ بص حولتها لمين؟ لسؤول. أنت ملاحظ سائل حولتها لسؤول، ملاحظ الكتابة كانت إزاي؟ على نبرة، على متسع. أيوة لأن صيغة المبالغة هنا الطالب سؤول عما يجهل، يبقى حولت سائل لإيه يا شباب؟ لسؤول. برضه نفس الحكاية، ممكن الطالب يا أستاذ وأقولها الطلاب أو المطلاب، صح؟ يعني أنت ممكن في الجملة تقول المطلاب سؤول عما يجهل. طيب المؤمن صارع أعداءه، فين هنا اسم الفاعل؟ مؤمن وصارع، لكن هنا نختار صارع عشان المعنى أنسب وأسرع، نقول المؤمن صراع أعداءه. طب لاحظ إن مرة أجيبها سيار، ومرة أجيبها سؤول، يعني مرة جبتها فعال، مرة جبتها فعول، ولو يجوز فيها في حاجات أخرى ممكن نقول مثلا مفعال، وممكن نقول فعيل، ما أنت عارف صيغة المبالغة كلها. طب المسلم الحق تارك لغو الحديث، بص المسلم الحق تراك لغو الحديث، متراك لغو الحديث. واحد يقول لي بقى إيه؟ طب إيه رأيك بقى يا أستاذ تريك بقى؟ يا عم تريك ديت احنا تريك دي انا مش عارف على وزن ايه، اولا مفيش حاجه اسمها صيغه المبالغه في منهجك اسمها تريك. فلو سمحتوا خلينا في الصيغه الامنه وهي صيغه ايه يا شباب؟ صيغه فعال. اسيب ساعات ما بتجيبش الا الغريبه، يعني تبقى الاجابه قريبه خالص وواضحه خالص، لكن انتوا غاويين غريب ما اعرفش ليه والله بجد. بيقول لي بقى سؤال ثاني بعديه، بيقول لي صغ صيغه المبالغه من كل فعل بما ياتي. ودي برضو حته حلوه، لان انا عارف ان انتوا ساعات كده بتجيبوها بالشبه. لا يا جماعة تعالى بص كده، اما اقول ضاع هتبقى ايه يا شباب؟ ضاع، ها مضياع، صح؟ اقول ضاع ضيع وابدا اجيبها فعال او مفعال، يعني ضياع او مضياع. ها طبعا عدا، بص عدا بقت ازاي؟ عداء مش كده؟ اعطى، ها معطاء. يبقى اذا دي صيغ المبالغة من هذه الافعال، مع انك عارف معلومة واركز يعني او اذكرك بيها، ان صيغة المبالغة المفروض في الاصل تيجي من الثلاثي، وإنما جاءت من غير الثلاثي في بعض الأحيان شذوذا ليس أكثر. ده بقى حبايبي لصيغة المبالغة وإزاي نجيبها من الفعل. بيقول لي أعرب ما تحته خط في ميل. الحقيقة السؤال ده بقى عايز إيه؟ عايز بقى ذهن كده واعي،
عشان ان شاء الله كده ربنا يكرمنا كده فيه باذن الله. بيقول لي خلق الله الناس من لا شيء. هذا تبع ايه دي؟ مش تبع صيغه المبالغه، ده تبع لنا في الجنس. ولا هنا ملغاه. يا استاذ يبقى شيء اسم مجرور، ده انت رجعتني ورا قوي. اه تصدق بقى، ما هو احنا لازم كده يا جماعه بلاش الاستيكه اللي بتمحي اللي فات دايما ديت. لو سمحتوا السياسه اللي فات مادة كارثه في ثانويه عامه. فاحنا بنقلب تاني اهو المعلومات تاني اهو. خلق الله الناس من لا شيء، طبعا انت عارف ان لا هنا ملغاه، قبلها حرف جر اللي هو من، يبقى طبعا سبب الالغاء لو حرف جر يبقى اللي بعد لا اسم مجرور. لا تقدم بلا تكنولوجيا، طبعا ده اسم لا مفرد مبني على الفتحه عادي، كلمه تقدم مش فعل مضارع يا جماعه، لو كاتبها فعل عيب عليك. تقدم مش تقدم، لا دي لا تقدم يبقى اسم ونكره ومفيش فاصل ومفيش حرف جر، اذا دي لا نافيه للجنس. طب تقدم هنا نوعه ايه؟ طب يا ترى مضاف ولا شبيه بالمضاف ولا مفرد؟ يا راجل ده لا منون يبقى مش شبيه بالمضاف، ولا وراه مضاف اليه ده وراه جر ومجرور، اذا مفرد. يبقى التقدم اسم لا مفرد مبني على الفتحه او تقوله مبني على الفتحه عادي. لا حق عند الله ضائع. اه دي بفكرك بمعلومه مهمله، معلومه مهمله اللي هي خبر لا، ما هي لا نافيه للجنس تعمل عمل ان. يبقى حق، انتبهوا يا جماعه الناس اللي نايمه، الناس اللي بتتاوب، الناس اللي سرحانه، انتبهوا يا شباب معايا عشان خاطري. لا حق عند الله ضائع، يبقى اقول لا نافيه للجنس، وحق اسم لا مفرد مبني على الفتح، وعند ظرف والله لفظ الجلاله مضاف اليه، وضائع خبر لا. ما انا بقول لك دي معلومه مهمله، معظم الطلاب بيبقوا مركزين على لا ونوع اسم لا، ويا ترى مضاف ولا شبيه بالمضاف، ويا ترى عامله ولا غير عامله، ويسقط من ذاكرته مساله خبر لا، لا تعمل عمل ان، فتنصب اسمها او تبنيه وترفع الايه شباب وترفع الخبر. يبقى بص خبر مرفوع بالضم. لا تسرف حتى لا تندم، حلوه دي برضه. تعالى بص كده، احنا بنناقش هنا معلومه يعني طريفه شويه. انت ملاحظ ان تندم هنا قبلها لا، ولا دي نافيه يا جماعه لو سمحتوا انتبهوا، لا دي نافيه مش ناهيه، ما فيهاش امر، يبقى صفر. طب قبلها حتى، حتى دي بتنصب، دي معلومه قديمه بقى لو سمحتوا انتبهوا، دي معلومه قديمه. حتى ان لن كي لام، اي ان لن كي لام التعليل، حتى مش دي ادوات نصب المضارع اللي انت خدتها في اعدادي زمان. طب انا عندي لا صفر، اللي هي ده هي لا دي صفر. اه طبعا. وعندي حتى هنا عامله يعني شغاله، يبقى الفعل المضارع هنا ايه يا جماعه؟ منصوب بالفتحه زي ما مكتوب كده بعد حتى، تمام؟ لا ذا علم سفيه، برضو بيقيس عندك معلومه قديمه برضو، لا ذا علم سفيه اللي هو ايه ده؟ اسم لا منصوب بايه؟ بالالف. بالالف؟ اه طبعا بالالف. ليه يا استاذ؟ علشان هنا ده من الاسماء الخمسه لو تفتكر. الاسماء الخمسه اللي هي بتتنصب بايه يا شباب؟ بتتنصب بالالف وترفع بالواو وتنصب وتجر بالايه يا شباب؟ بالياء. اذا ده اعراب اللي تحته خط واللي طلبوا مني، يبقى انت كده 10 على 10. تعالى يا سيدي بقى، بيقول لي اعلم انه لا يقع في الشر الا فاعله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تقلب فجأة على الاستثناء. اه ما هو ده المطلوب يا جماعة، وانا قلت لكم في بداية المراجعة لو سمحتم لو تفتكر، قلت لك ان احنا هنراجع هنا عدة دروس مراجعة شاملة. تعالى كده افكرك بالاستثناء. اعلم انه لا يقع في الشر الا فاعله. الكلام ده نوعه ايه الاول؟ واضح ان الكلام ده ها مين يقول ماله؟ ناقص منفي، صح؟ ايوه طبعا ناقص منفي، اصل الكلام يقع في الشر فاعله، يقع في الشر فاعله، فبقت هنا فاعله دي هنعربها فاعل مرفوع علامة رفع الضم، لأن أنت لو شلت لا وشلت إلا هتلاقي الجملة ماشية زي الفل، يبقى يقع فاعله في الإيه؟ في الشر، يبقى فاعله دي فاعل مرفوع بالضم. لن ترتقي الأمم سوى العاملة. وعايز المرة دي لو تلاحظ كده، عايز المرة دي إعراب سوى، وأنت فاكر إن إعراب سوى بيعرب إعراب الإيه؟ ها؟ المستثنى بعد إلا. طب بص، لن ترتقي الأمم سوى العاملة. طب يا ترى العاملة دي لو كانت سوى دي إلا، نعرف العاملة إيه؟ بص يا سيدي أهي، بص أهو هتلاقيها كده، ها ها، اسم منصوب على الاستثناء بالفتحة أو بدل مرفوع بالضمة. هو كده عاملنا سوى دي إيه؟ معاملة المستثنى التام المنفي، وصح ما هي العاملة طالعة بالأمم يبقى تام، وعندي نفي يبقى أنا عندي تام منفي. إذا لو العاملة هتعرض مستثنى منصوب أو بدل بدل من الأمم يعني، يبقى سوى هي اللي تاخد الإعراب من لها، مع ملاحظة إنها بتضم يا شباب المقدرة. ما نوقش إلا سؤالان اثنان، ما نوقش إلا سؤالان اثنان،
طبعا هنا برضو ناقص منفي، يبقى نوقش سؤالان اثنان. يبقى نوقش ده فعل مبني للمجهول، خلي بالك احفظه بقى، احفظ الطريقه دي بقى، فعل مبني للايه؟ للمجهول. وبالتالي كلمه سؤالان نائب فاعل لنوقش. واثنان ده نعت مرفوع بالالف لانه حاجه اسمها ملحق بالمثنى، هتاخدها بعدين ان شاء الله او كنت خدتها قبل كده. يبقى تاني كده، ما نوقش الا سؤالان اثنان، يبقى سؤالان نائب فاعل مرفوع بالالف، واثنان نعت مرفوع بالالف لانه ملحق بالايه يا شباب؟ بالمثنى. كل شيء يهون ما خلا كرامتي، لا ما تهركش بقى، ده كل الموضوع اللي احنا هنقول عليها، ها؟ مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه والياء مضاف اليه. ليه يا استاذ عرفت مفعول به بدون تردد كده؟ عشان انت عارف اللي بعد ما خلا يعرب مفعول به، اللي بعد ما خلا وما عدا يعرب مفعول به، لكن بعد عدا وخلا يعرب اسم مجرور او مفعول به. عوقب الطلاب غير طالب، هنا الكلام خلف غير، عفوا، عوقب الطلاب غير طالب. ليه يا استاذ؟ اسم منصوب على استثناء وجوبا. ليه يا استاذ؟ علشان الكلام هنا مثبت، ما فيش اداه نفي، وعشان طالب طلع من الطلاب، اذا هنا تعتبر اسم منصوب على ايه يا شباب؟ على الاستثناء. حبايبي دي كانت اول صفحه في النحو، اديك 10 دقائق كده راحه كده، ونعود ونستأنف من جديد باذن الله مسيره النحو العربي. ارجو يا جماعه الناس تكون بتكتب ملاحظاتها ورايا، عشان بعد ما يشوف الاجابات ديت هو مع الاسئله، يعني هو انا بفترض كده انه مع الاسئله وحاول يحلها، حل الصح منها او ما حلش، وبعدين جاي يصحح، مش كده؟ فياريت بقى لو سمحت تبقى كاتب الايه؟ الملاحظات دي، عشان ما ترجعش تاني كل شويه تفتح الاسطوانه. فياريت تبقى كاتب الملاحظات. حبايبي الطلاب، فاصل ونواصل لاكمال مسيره النحو العربي باذن الله رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا حبايب الطلاب مع إجابة الأسئلة النحو في المراجعة السادسة. تعالوا بقى نتعامل مع القطع وإعراب ما تحته خط، واكتساب بعض المهارات المهمة من خلال هذا التمرين. القطع بتقول الأمم متقدمة بالعلم والصناعة، الأمم متقدمة بالعلم والصناعة، ويحرص التقدم الخلق الفاضل والتمسك بالآداب الرفيعة، ولا استمرار للحضارة أو إقامة دعائمها بدون هذه الحراسة الخلقية الرفيعة، وإن أي بناء حضاري مقام دعائمه يغفل الخلق مصيره الانهيار، وأي ارتفاع لا تصحبه التعاليم الدينية سبيله السقوط. انتبهوا بقى، علشان القطعة بتتكلم عن الخلق وعن ضرورة أن تكون الحضارة لها جانبان وليس جانب واحد، حضارة مادية مع حضارة خلقية. كده يا أستاذ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا بندرس نحو دلوقتي، احنا عايزين نعرف، يلا نعرف من تحته خط. ايوه يا شباب، ما هو احنا من ضمن اسباب فهمك للاعراب، ومن ضمن انك تعرف صح، انك على الاقل تفهم الفكره العامه للموضوع اللي هو بيتكلم فيه، لانك لو ما فهمتش الفكره العامه مش هتدرك اول سؤال اللي هو ده، يحرص التقدم الخلق. لو ما انتش فاهم الفكره الاساسيه هتعرف هنا الخلق مفعول به، وده غلط طبعا. ليه يا استاذ غلط؟ ليه؟ علشان هنا زي ما انت هتشوف دلوقتي، بص المفاجاه، ها، المفاجأة ان الخلق هنا فاعل مرفوع بالضم. طبعا فاعل. ليه يا استاذ؟ ما هو معنى القطع بيقول كده، ان مين اللي هيحرص التاني؟ ان الخلق الفاضل هو اللي هيحرص التقدم. اذا صدقت وامنت بقى ان لازم تفهم على الاقل الفكرة الرئيسية او الفكرة العامة عشان تعرف تعرف. طيب اديني جبت لك مثال على ضرورة الفهم. بيقول لي هنا لا استمرار، طبعا دي سهلة بقى، لا استمرار، يبقى استمرار هنا ده مش فعل يا شباب، لا ده اسم طبعا ونكرة وما فيش حرف جر، يبقى بالتالي اسم لا النافية للجنس مفرد مبني على الفتح، تمام، لانه لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. اي طبعا مش ملون، يبقى مش شبيه بالمضاف.
وما وراهوش مضاف اليه ده للحضاره دي جر ومجرور يبقى مفرد مبني على الفتح. طيب بيقول لي بعد كده السقوط، بيقول لي سبيله السقوط، سبيله السقوط، طريقه السقوط. اه ايه المشكله عندك؟ السبيل دي مبتدا والهاء مضاف اليه يبقى السقوط خبر. استاذ ممكن اعملها مبتدا؟ يعني اصل الكلام اقول السقوط سبيله صح، لو انت عملتها مبتدا مؤخر صح، ولو عملتها خبر زي ما انا عملتها كده برضه صح. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي استخرج اسم فاعل من فعل ثلاثي وبين سبب العمل. انتبهوا يا شباب، وقال لي من فعل ثلاثي. بص يا سيدي، الفاضل من فعل ثلاثي يبقى لازم على وزن فاعل، ما انت عارف اسم الفاعل لها صورتين مش كده؟ طيب يبقى الفاضل. طب بيقول لي عمله، احنا عمله ده انا لو جيت هنا ادور على كلمه الفاضل في القطعه، فين الفاضل؟ ها الاستمرار بدون الرفيعه اي حضاره، ها يحسن التقدم الخلق الفاضل اهي. ايوه بس الفاضل هنا والتمسك ده ما وراهاش حاجه تنفع لا فاعل ولا مفعول به، واحنا قلنا في الحالات دي بيبقى ايه على طول يا شباب لو تفتكر؟ رفع فاعلا مستتر. تمام، رفع فاعل مستتر. بيقول لي بعد كده استخرج اسم فاعل من غير ثلاثي واعرب معموله، يبقى لازم ميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر. تعال نشوف كلمه هنا متقدمه، اه الامم متقدمه بالعلم والصناعه اهي متقدمه دي. طب دي عامله ليه يا استاذ؟ ما هي وقعت خبر، الامم مبتدا ودي خبر. طب ما هي وراها جر ومجرور، يعني اللي نفع وراها كلمه تيجي فاعل ولا ينفع كلمه تيجي مفعول به، يبقى على طول نقول برضو رفع فاعل ايه يا شباب؟ مستتر. يبقى شفت كلمه الفاضل، كلمه متقدمه اهي وكلمه الفاضل اهي، الاثنين جه وراهم واحده جت وراها معطوف، يعني عطف ومعطوف كده، حرف عطف ومعطوف معطوف، والاولانيه جه وراها جر ومجرور، عشان كده قلنا ايه يا شباب؟ قلنا رفع فاعل مستتر. عايز اسم مفعول واعرب معموله. طب كويس والله، اسم مفعول بيبقى على وزن ايه؟ ميم مفعول او ميم مضمومه مفتوح ما قبل الاخر. طب تعالى كده نشوف اهو يا سيدي، مقامه. تمام، اه والله مقامه، هي مقامه ديت ميم مضمومه مفتوح ما قبل الاخر صح؟ اهو معموله دعائمه، وانت عارف اللي بيجي بعد اسم المفعول بيعرب ايه يا شباب؟ على طول نائب فاعل. ايوه طبعا، اسم المفعول اللي بيجي بعديه اذا ما كانش من فعل ينصب مفعولين بيعرب ايه يا شباب؟ نائب فاعل. اقول لك طريقه ثانيه، حول مقامه ديت لفعل، اقيمت دعائمه. مين اللي اقيمت؟ الدعائم. يبقى اذا كده عندنا تعرب نائب فاعل مرفوع علامه رفع الضم. صيغه مبالغه، صيغه مبالغه وزنها هتلاقيها الرفيعه. ايوه الفعيله، لان من وزن من اوزان صيغ المبالغه فعيل. لا ينهض، حتى استثناء بقى، ها لا ينهض بالامم الا ابنائها. السؤال ده لئيم، بيقول صوب الخطا في العباره. ايه الخطا هنا يا استاذ؟ ما هو عادي لا ينهض بالامم الا ابنائها. الخطا هنا في اعراب كلمه ابنائها ده، هي ليه كتابتها كده غلط؟ ليه يا استاذ؟ بص كتابتها الصح تبقى ازاي؟ ابنائها. ليه يا استاذ؟ اصل دي فاعل، لانك لو شلت لو الا هتقول ينهض بالامم ابناء اوها، صح كده؟ يعني المفروض يبقى مضمومه، والهمزه لما تبقى مضمومه تتكتب على واو. شفت بقى قد ايه التمارين ممكن تلجا لحيل ذكيه لقياس قدره فهمك؟ يعني انا كل اللي عملته دلوقتي ان انا جبت كلمه رسمها الاملائي بيعتمد على اعرابها. يبقى انت سعادتك لازم يكون عندك المهارتين دول، انك ادركت ان ابناء هنا فاعل عشان الكلام ناقص منفي، واصل الكلام ينهض الابناء بالامم يبقى فاعل، وادركت كمان ان الفاعل ماله بيرفع وبالتالي الهمزه هتتضم. هي الهمزه هي اللي بتحط عليها الضم؟ اه طبعا، لان الهاء دي ضمير، ولما الهمزه تتضم تتكتب على ايه؟ على واو. يبقى لا ينهض بالامم الا ايه يا شباب؟ الا ابنائها. بيقول هنا بقى اين تبحث في عن كلمه هورا، هورا انا عفوا انهيار. بيقول لي اين تبحث في معجمك عن كلمه هورا ديت؟ هتبقى في انهيار، هتبقى في ايه يا شباب؟ في هورا. ده عن الصفحه ديت، وبكده حبايبي الطلاب نكون عملنا مراجعه سريعه لكن عميقه بصراحه. يعني انت لو انت، انا مش عايز اطول عليكم عشان انا عارف ان النحو يعني التطويل فيه بيزهق، بس انا عايزك طبعا الا ما رحم ربي. والله في ناس بتحب التطويل وعادي ومفيش مشكله، لكن انا بعمل القدر المتوسط اللي يتناسب حتى كمان عشان المواد التانيه. وبرده على فكره احنا ما خلصناش نحو،
لان ان شاء الله اكيد في الموضوعات اللي جايه هتلاقي تطبيقات نحويه كثيره ويمكن اكتر من كده كمان. هنا انا ركزت على الدروس المقرره عليك، لكن في التطبيقات النحويه القادمه ان شاء الله هركز اكتر واكتر على مساله الاعراب، اعرب ما تحتوى خط، والمعلومات القديمه، النحو القديمه شباب، بتاع الحال، بتاع التمييز، بتاع المنادى، الحاجات بتاعت زمان ديت، يا رب كده ان شاء الله باذن الله في المراجعه ديت نقابلها. حبايبي طلاب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللقاء في مراجعات قادمة أخرى، مراجعة الكلام والصمت ومراجعة فصول القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.